وش قصة إعفاء أول وزير في عهد الملك سلمان؟ وإيش علاقة هذا الإعفاء بوعد زيادة نسبة تملك المساكن؟ قبل ما نحكي القصة، خلونا نستعرض بشكل سريع جذور هذه الحكاية. في عام 2007 أعلنت السعودية عن إنشاء الهيئة الوطنية للإسكان. رجعت أبحث عن أهداف إنشائها ولقيت في نظام الهيئة هذه الأهداف الأربعة: 1- تيسير حصول المواطن على مسكن، 2- زيادة نسبة تملك المساكن، 3- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان، 4- رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. واضح من الأهداف المذكورة في النظام وش كانت المشاكل اللي تواجه قطاع الإسكان. كملت الهيئة 4 سنوات لكن ما تغير شيء في المشهد. يمكن ناقصهم دعم وتمكين؟ يمكن. لذلك في عام 2011 تحولت الهيئة إلى وزارة للإسكان، وتم تخصيص 250 مليار ريال لمشاريعها، وأصبح وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية. يعني فوق نفوذ وصلاحيات الوزير على وزارة الإسكان، أصبح اليوم يقود صندوق التنمية الوطني المعني بالإقراض العقاري. وأعطي الوزير فرصة ثانية امتدت 4 سنوات أخرى بس بدون نتيجة. تولى الملك سلمان الحكم، أعاد تشكيل مجلس وزراء، وأعطي هذا الوزير الفرصة الثالثة، لكن قبل ما يكمل 2 شهر من إعادة تعيين وزير الإسكان صدر قرار إعفائه. وش اللي صار؟ وش الحكاية؟ مرتين الحقيقة شفت الأمير يعني غاضبا. قدم أحد الوزراء عرض والله والله لا يليق. العرض تعرف يعني ترى احنا ما احنا يعني ما فترة اليوم نعطي فرصة ومجاملة على حساب الشعب وحساب الوطن، انتهينا من هذه. الأمير لن يجامل القصبي ولا يجامل أقرب الناس إليه، والله لن يجامل أحد من أجل المصلحة العامة. خذها قاعدة وشوفوا تاريخه من يوم ما بدأ ما يعرف المجاملات في ذي الأمور. العرض فعلا، وأنا كان جنبي أحد الوزراء قلت أنا الله يستر والله على هذا العرض، لأنه عرض فعلا فشيلة فعلا كما توقعنا. صار النقاش قال كيف هذا العرض، وجلس يناقش العرض هل هذا صار آخر؟ قال طيب شكرا شكرا. وعفي هذا الوزير في ذيك الليلة. والسبب أنه العرض اللي قدمه كان مبني على آلية العمل السابقة اللي هي البيروقراطية البحتة. فأتذكر العرض، أتذكر العرض كأنه أمس، وحتى اللي يجلس جنبي في مجلس الاقتصاد والتنمية معالي الدكتور ماجد القصبي الله يذكره بالخير، ومعالي الوزير يقدم العرض كنت أقول له دكتور ماجد الوضع مو طيب، الوضع مو طيب أبدا. جاء لأنه كان عنده إشكاليات مع البلديات، إشكاليات مع المياه، إشكاليات مع الكهرباء، إشكاليات مع المالية والتمويل، وإشكاليات مع كتابة العدل، إشكاليات مع جهات حكومية بيروقراطية معقدة. فكان جاي ويقول عطوني صلاحية أني أمر وأنهى وأسوي وكل شيء. وعلى فكرة وأتذكر الرقم، الرقم كان حوالي اللي على قائمة الانتظار هذاك الوقت 700 إلى 750 ألف. قال تعطوني كل هالصلاحيات وكل الفلوس اللي أبيها وبشتغل، لكن ترى الرقم ما راح ينزل ثابت. ليش؟ لأنه بتزيد الأعداد اللي يتقدمون، فالشيء الوحيد اللي أقدر أحققه أني أحافظ على أنه عدد المواطنين اللي في قائمة الانتظار 700 إلى 750 ألف. وهذا الحقيقة يعني ما كان موفق فيها بكل أمانة الله يذكره بالخير.